سلام الزلف لونكم نمر لام، ومرحبا بكم في وصفة جديدة من قناة لا كويزين دو مريم. لا غوسيت اللي جبتها لكم اليوم هي شطيط حجاج، ان بلا تيبيكمون الجيريان، يعني بلا تراديسيونيل الجيريان. هذا البلا معروف بزاف ومحبوب بزاف لدى الجزائري. سي ان بلا تري فاسيل، يوجد تمتم ويجيب بنين بزاف، دونك ما نطولش عليكم. ايوا نروحو نشوفو طريقه التحضير بطريقتي. واش نحتاجو فهاد لاغوسيت هادي؟ نحتاجو بيان سيغ الدجاج، عندنا طرف تاع الدجاج، عندنا الحميصه، شويه سمن، شويه زيت، ولي زيبيس. لي زيبيس ما نحتاجوش حاجه يعني كبيره. بيان سيغ الثوم، الثوم هي يعني لانغريديون يعني برينسيبال في الشطيط تاعنا تاع الدجاج. انا وريت لكم الحميصه، نبداو ندوزنو ونذكر لكم او ميم طون، نذكر لكم يعني لي زيبيس كي لون فو في الشطيط يعني تاع الدجاج. انا درت شويه زيت، نزيد نضيف قيس مغرفه تاع قهوه معمره تاع السمن باش ما تجيناش بزاف ميدومه. هلا هاكو تشوفوا، ونرميو الطرف تاع الدجاج، نحمروهم تري تري بيان، و ميم طون نحركوه باش يتحمر في جميع يعني الجوايه. انا نوريلكم ابوبخي فوالا. انا جي بريفيري نحي الجلده باسكو بيان سور تاع ما يحبوش الجلده تاع الاخر، مي وشنو في المناسبات هكا دو بريفيرونس واحد يخلي له الجلده ينقيه برك بيان. و او ميم طون حبيت ننصحكم لي المبتدئات بيان سور، لي ديبيتونت، كاين لو بولي كاين كي تشروه، و فيت اتونسيون كي يجيبوا لكم بهذوك لي زابال داخل، و فيت اتونسيون لو تريك هذاك لي يجي فير، ما باليش كيفاش تسموه نتوما، جو سي با، والله ما على بالي كيفاش نسميه لكم. هذا كان واحد العفسه فيه واحد الماده خضراء هكذاك، هذيك اللي تمرر لو بولي. اذا كان طرتك فيه عرفوا باللي البولي تاعكم راه خلاص الريحه هذيك تقعد فيه، مالغري تغسلوه بلو جافيل، تغسلوه واش حبيتو تغسلوه، والله غير الريحه هذيك سي انكرويبل. انا عندي سي ان مونجابل، نرميه ديريكتومون. دونك سي بور سا حبيت نوصيكم كو فو فيت اتونسيون، يعني ديروا يعني تنتبهوا بالبزاف على هذيك الماده هذيك، على هذيك العفسه هذيك، تجي بين القرنسيه هذيك والكبده تاع البولي. دونك انا نكمل الدوزين تاعنا. اون فوا تحمر لي بيان كنت نوري لكم لو بولي، نرمي الثوم قيس ابوبخي راس كبير هكا بيان على حسب لا كونتيتي تاع البولي بيان سور. انا لا غوسيت تاع اليوم جيني القيس تاع 6 افراد فوالا. دونك ضفت الثوم او ميم طون نحركو ويتقلى مع الدجاج، درت خليط تاع الدجاج. انا هذا يعني سي فاكولتاتيف، بكري كانوا غير فلفل الكحل وفلفل الاحمر سيتو، حتى الطوماطيش ما يديروش فوالا. انا قلت لكم بطريقتي وتجي بنينه، ما بوني ماجيني با، ما يعني مثلا ما تقدروش تيماجينيو فوالا. او ميم طون نحرك، درت تابل دجاج ودرت فلفل الكحل، حنزيد شويه تاع تاع الفلفل الاحمر هذاك، نخليه مع الاخر الفلفل الاحمر والكركم والزنجبيل. انا رميت الراس تاع الحار يتقلى معاه، انا نحب كي يطلق البنه تاع القليان تاع الحار، ما نحبوش كي نرميه مع الاخر باسكو كي يتقلى مع البولي سي اونكور ميو، يعني على جال ما الريحه تاع البولي كامل ما تقعد لكمش. عييت انا ناكلها ما نكذبش عليكم في مناسبه هكا، وتجيني هذيك الريحه تاع البولي ما نقدرش ناكلها. دونك هنا استضفت هذيك الحميصه، والحميصه درتها موتي كوي، كانت عندي ديجا غليتها توجور، جي لابيتود نغليها شويه نديرها موتي كوي ونخبيها في الكونجيلاتور. انا باش ما تعطلنيش يا ربي 20 مينوت في الكوكوطه بالخف والطيب فوالا. اون فوا كامل تواسات، من بعد نكمل نجيب نصف حبه تاع طوماطيش نرحيها، نسكرفجها سكرفج رقيق كيما راكو تشوفوا، راني نوريكم. ونزيد نضيف قيس مغرف تاع القهوه تاع طوماطيش كونسونطري فوالا، ونكملوا.
وكما راكم تشوفوا هاد لو بلا يعني ساهل تاليت، هو كشت يعني دخلنا في التحضيرات تاع رمضان، قلت نديرها لكم للمبتدئات بور لي ديبيتونت، اونسي جامي ياخذوا فكره في يعني الشهر رمضان يقدروا يوجدوها يعني كيما العاملات اوسي، يعني ان بلا ساهل خفيف ظريف وبنين اون ميم طون تراديسيونال، يقدروا يوجدوه يدوزنوه الصباح وكي يجوا من الخدمه يبداو يديروا له يديروه في غير في النار تو بتي فو يطيب عقلو، ميم با 10 مينوت 20 مينوت يطيب، ما يشدش كامل الوقت ولا اليد. هنا كيما راكم تشوفوا ضفت قيس ثاني مغرف تاع قهوه تاع طوماط كونسونطري، وراح دوكا كي كملت قله كامل رايحه نمرق، مرقت غير بالماء سخون، وهنا نغطيو قسمه نغطيو برك البولي فوالا ما نديروش بزاف. دونك اي فوا مرقت دونك في هذه اللحظه هذه رايحه نضيف مغرف كبيره تاع عكري. كاين على بالي كاين بزاف اللي ما يعرفولهاش، هذه العكري ابدا لا تحطوه مع لي زيبيس الاخرين يتحمص باسكو يتحرق العكري، لي طرو فراجيل الفلفل العكري لي فراجيل في التحمص، زعما باغ اكزومبل في الزيت يتحرق يروح ديريكتومون الحرق ويمد المروريه. فوالا كيما راكم تشوفوا راح نضيف العكري، راح نزيد شويه باسكو جاتني شويه لا كولور مخصوصه، راح نضيف او ميم طون يمد لو كو هذاك اللي راكم تحوسوا عليه، اللي يعرف لو كو تاع الشطيطه تاع الزمان هذا هو السر تاعها. توجور العكري كي نمرقوا نضيفوا العكري تاعنا ونخليوها تغلي ونغلقوا عليها، نحسبوا لها دو 10 مينوت. كي نفتحوا الكوكوطا ونلقاو اذا خصت الحميصه ولا البولي تاعنا شويه عاصي نعاودوا نزيدوا لها 5 مينوت وخلاص. وهذه هي النتيجه النهائيه هاي ليك من بعد اللي وجدت لو بلا تاعنا، جات هايله وتجي يعني نضمنها لكم بنينه بالبزاف، لاصوص خاثره كيما نحبوها. انا بيرسونيلمون يعني نموت على هذا لو بلا، اون لا كومباني افيك اون سالاد كيما راكو تشوفوا، ويجينا بهذاك المطلوع خفيف ريشه بالتغميسه هكذا، حميصه يعني ذايبه الزبده كيما راكو تشوفوا، والدجاج تاعنا ثاني طري كيما يحب الخاطر. ان شاء الله نكون شهيدكم في الجنه. جيسبر تكون عجبتكم لا غوسيت تاع اليوم، واذا عجبتكم الفيديو ما تنسوش ديروا لي جيم وابونيو اللي مازال ما تابونيتوش، واكتيفيو لا كلوش باش يلحقكم كل جديد تاع القناه.